عطاونا هاد الموضع هنايا نبنيو، وهما يعني خدوا هاد لابارتي. ونذكرك بواحد المساله هنايا منين بدينا في ذاك القنت، في ذاك هاد الجهه، هاد الدار بعدا نيت في ذاك القنت لهي، في جويه ديال 84 منين كانت ذاك الانتفاضه هنايا وذاك الشيء، كانوا عندنا جوج ديال الصحراويين من الرشيديه، ثلاثه بهم كانوا تيديروا الاساس للدار. وشنو وقع منين بداو يديروا الاساس؟ وجبدوا ثلاثه ديال الكاخات ديال السلاح، جوج فيهم هذوك ديال اللي بدلو بحال اللي كراشنيكو، وحده فيها ذاك القنبلات ديال كذا. وشنو داروا منين جبدوه؟ ما كان تيلبسس، لان هذه كانت بحيره وصافي. وشنو وقع منين جبدوا؟ عيطوا عليا، وانا منين جيت جبرت ذاك الشيء. وذاك الشيء يعني وزغنت عرشانت يعني عرشانت صداو ذاك جاو عندي مساكين هذوك. كانت هاد الدار، هاد البيت كانوا تينعسوا هنا. قالوا يا منين شفنا جبرنا ذاك الشيء؟ قلت لهم خليوه هكا. عيطت لجدي الله يرحمه مسكين، جي شاف هذاك الشيء قال لي مع ذاك الشيء اللي نفع بالمصري وذاك الشيء، جمع كل شيء ذاك الشيء داروه في الفورغونيت ديالو، مشاو الجهه ديال الروعه رماوهم تما، ما عرف منين داوهم رماوهم. وهذوك مساكين الخدامه اللي كانوا ما بانوش، خدموا سبع ايام ما طلبوا حتى الخلاصه ولا سمعوا حتى في الحوايج من الرشيديات. القاده الجزائريون كاملين، وقبل القاده الجزائريين اللي هنا هو سام في جيش التحرير المغربي، ومن بعد عاد الجيش التحرير الجزائري، يعني انتقل من الجيش المغربي، كان في الاول مع المقاومه ديال الجيش التحرير المغربي. كان هنايا عباس بن سعدي الاول هنايا، فاش حط الرجلين ديالو في الناظور الاول، فين جا هنايا؟ جاب واحد اللي تيعاودوا لي عمي راه توفى مسكين سي بوزياد، بغيت عاود انا ان شي سي جوقو بوا يوز الدم وراح فاق شدات وغايت تسحب يا قشيش. عباس بن سعدي عباس بن سعدي اميديوس هذا غار الناظور بريمير وغاقش مانيتو غايت تس على حدو يا قشيش كذلك، لان شي تبغى تسرح يسمى ونوا تبغى نقيم الزيانين ونتشرا ونتشري البوق عطون الشغاري 57 سنه فهم ذي تبغى تسرح تقن يسمى ونوا. فرحة عباس يتحبد خي ضربو مديان بن برك وين لا بن المهيدي، ان مره تبغى قشراني تيني تبغى تقسم ذا مره يتسال قشت غوا الصالون تبغى تجتمع. قال والده وهدبو مليح وامام عليك ديري تمشي بالتفاصيل، لان مهني انا من جاليستي جواب كاين جاليستي جواب الجزيره تمشي بالتفاصيل، لان الجزيره جاو حتى لهنايا داروا معنا ليستي جواب صوروا هذه داروا الفيديو لهاد الدار كامله، طلعوا حتى الفوق داروا الفيديو لهاد الدار نوريكم حتى فين كان تيخبعوا السلاح وذاك الشيء كيفاش التقنيه له. كان عندنا واحد تيسميوه هنايا حمدا ودراري تيكون ديما في القهوه دابا كبار مسكين، منين كانوا تيجيو لي جيب باش يعمروا ذاك السلاح كان هو الاختصاصات ديالو، هو كان تيشطب ذاك الشيء باش ما يخليوش ذاك الاثر حتى ايوا حتى دابا تفضلوا نشوفوا هي هذه الدار منين كانوا لا كانوا تيدخلوا لي اقشتا وارتا وصفيت بولك اقشتا وارتا من التاريخ صورت هنا ما عمرها التاريخ اقشتا وارتا ما عمرها تبدلت اقشتا وارتا اني قيم اني قيشت في روح تاع الرز ولا الكاع، لان ذاك الشيء كيفاش نقول لك، لان الوليد حتى اقش الوليد نستو غزد غنديها وزد تارين الخبار من تو غيتك سد من مي تارين الخبار تو غا الوليد تو غا يوث ذي المقاومة يتك بابس عموميش وزد غا تارين نسد من مي النهار إذا سمعنا أنا غربوني كارد كيس هوري غارقو غربوني توقناس فيكتوريا وغربوني، لأن ما في سقا غاري الوثائق نصغاري شو غدسو غربوني أغربوني توقناس مليارو أمي في سقا ذي الملكية توقناس مليارو قغاري الملكية نس يزيد غاس المعلومات فورتي يزيد غاس المعلومات زعما يجيش البحث فورتي خو غربوني توقا غاس ثناي أغربوني غامي غيهور ذيها مون يكارد كيش يندهي في دارومي دارومي غير فيه يندهي من يوقع راه هو جيت مجلس قانون مينات نقابويا هو بوراي
كريتو غراني الواليد يزنزستي الجلالي باباس موينه مجلس قانوني نهار الجلالي صبحي ديال رئيس صبحي غاس المعلومات قربون ايوا وني غير لي الصبحي غاس السنماني غارقو قربون لي هذاك الباتول اللي غرق كبدو ايوا السنماني غارق ماني غارق وقربون لي أقربوا النيت وغا غاسي جو قربوا النيذن أقف حتى ذي الصور قف شيخ يزيد أقف غاري ذي فوتو توغا يكسيد زي خبر ألتار يكسيد زي خبر ألتار ذي أعالي البحار يتعمار أزدي وني مش توغا داز دي تعمار ذي قربوا ذي ني تعمار أزدي ألتار يتعمار أزدي تكيخ في نسخيت سيد دي سنما نيثني توغا ذا شين بريمو ذي النغف ذي العمومي ذي النغف هذا حسن وقوضة شغاري اللي دات وسير ده دقني من قبل 56 نورمال لا لا ايوا 55 دقني الخمسينات بالذات راه عندي بعض لو دوسيي ديال الفوقاش دخل الحباس وفا على يعني مين زي خاص حاكم خاصه بعدا وين المحكمه العسكريه الاسبانيه كان يهري بالسلاح للجيش المغربي والجيش الجزائري اقش وين غاري وين الحكم استرجمان وكذا يعني راه عندي الوثيقه ديال يعني وثيقه داري يزيد يزيد غاسل المعلومات فورت لان انت يقا وين يعني الوالد الله يحموه توغا حلقة وصل جا جيش التحرير الجزائري جيش التحرير المغربي واه توغا يخدم كيسان قا توغا يخدم من التقا يتمول شكون الشي الناس قا توغا جمع عند الدعم الثاني اللي خصكم تعرفوه هو ان اقليم الناظور انا عندما اقول اقليم الناظور كنقول حتى الدريوش سابقا دابا راه تقسم يعني لعب دور كبير في المقاومه المغربيه والمغاربيه يعني حتى في مساندة المقاومة الجزائرية منها أنه كان الوالد ديالو الله يرحمه يعني في هذه هي الخلاصة اللي في هذه المسألة هذه يعني مثلا هنا كان هنا مثلا إلا جينا كان هنا بوضياف كان كيتسمى السعلي الملقب ديالو بالنسبة للهواري بومدان كان كيلقب محمد بن إبراهيم بوخروبة كان بالمهيدي كان بوصوف سميتو اللي كان أحمد بن بلة خيضر حتى هذا كريم بن قاسم يعني كانوا هنا واحد مجموعة من القادة ديال جبهة التحرير الجزائرية اللي كانوا أنا كانوا هنا في إقليم الناظور كانوا هنا في بلينصر وكانوا في الناظور وكانوا في دار الكبداني هادو يعني بثلاثة فين كانوا مركزين المركز ديالهم كان المركز ديالهم فين كانوا تيتجمعوا في هنايا لأن هذوك الصالون ولا هضر هما تما كانوا فيه حتى في شارع الجزائر دابا في مدينة الناظور واحد الشارع الدار بعدا كيقول لها دار الحموتيين ديالنا هذيك الدار واه فين تما بعدا تما كان المقاومين بيدهم كيقول لك هنا كانوا الجزائريين واه هذيك الدار ديالنا هذيك بعدا ديال الحموتيين بعدا ديال جدي وعمي الحاج مصطفى كان ثلاثة فيهم الملك ديالهم هما كانوا تما في الثاني عشر كانوا تيديو لهم من هنايا منذ بعد واش عنده علاقة مع عبد الكريم الخطابي اللي كان في مصر في ديك المرحلة اللي كان أسس لجنة ديال التحرير المغرب العربي يعني واش كاين شي علاقه دابا هذا هو نقول لك علاقه مع ملي كنقولوا لجنه التحرير المغرب العربي راه كانت تخطيط ليها ان كانت عندهم علاقه مع القاده ديال هنا يعني القاده ديال ممكن دابا ممكن الى بحثنا نلقاو شي علاقه بين كاين يعني ما غاديش تلقى علاقه مباشره لا هذاك الوسيط اللي كان بينهم مثلا الوسطاء كاينين هما عاوتاني لان غير خصك تعرف هذا الحاجه يعني ان مثلا بحال دابا السفينه دينا اللي جات اول سفينه اللي جات محمله بالاسلحه راه اللي كان وجد لها كان وجد لها عبد الكبير الفاسي وكان في مدريد يعني كان هناك يعني كانت لجنه يعني ملي كتجي تفكر في هذا جيش التحرير وفي هذه حركه المقاومه كتبان لك بسيطه ولكن ملي كتدخل داخل وكتعمق فيها كتلقى عندهم واحد تنظيم محكم كان عندهم تنظيم محكم يعني كتلقى بان هذا مكلف داخل الناظور هذا مكلف برا من الناظور هذا مكلف في مصر هذا مكلف في هذه الجهه هذه يعني وبالتالي انهم كل واحد كان كيكمل الاخر ما كانش الاتصالات كانت اتصالات يعني ولكن بطبيعه الحال كانت اتصالات سريه وكانت اتصالات يعني وكان كان مساله يعني جد هنا نقول لك علاش منين جدي سيدي وين دي شاريك تو غاذا بوضياف تو غاذا اقش تو غاذا صغار غديش البيدي في الدار ديال 3 شهور تو غاذا يسيلور سيرا دي ليستوماغو تو غا يداوا في الجنقه يموت التزرخ والضغبي تو غا تاوي في ذباب هذا وتوقع عاود ضربي بالنيغي تاوي ذبابة حتى غار في زيم مصري توقع خمين نيغي ذي انت توقع في الدواء ترد شهور قاي عقل خاس بودية في مسكينة يا حمار بي ذاني تينا قش انت ذي في الدواء توقع ذا غيش نتخدم تقان تصفض من مذرع توقع تغانق تخدم غانق توقع تقاس المشة سديس لأنني ذني توقع تزن دا سديل كوا
شغل الروابط ما جداش النعيمه تو على قبل عاد وين جد بابا سين تو السن مين دايت وقت تو خمني ديتس مسكين عاد امي غاش نروح امواني غا الجزائر بيغاش يفكر غيش مسكينينو لا يخفي عنكم ومن غير نسير يبشي ديجن شوبري دي 2 مليون اني يمشيتي في مقارف اني حتى الجزائر دير وقت اني صرفك غاستث السين مشيت 300000 ما 400 500000 شي غاستثي في مقارف من المسكينه اي فما مودرا لان ما يما تغات غان تغات حتى تغات ترتشان تي هريش تاويز باش تزار البوديا باش تزار تغات تختلف خيين النهضه تغات تعترف يعترف شويه لان تخيل شيك اول غاريوز في قذار ديال الجزائر الى غتخانق يعرضنا مباشره قاريوز في الجزائر يعرض نروح نشيني عرض العائله نغنفكنا هذا عقل غيغضب عاد يثوار ما يثنوح نرقه ان شي ما يثقم الوالده اش الوالده قوا الزماره تسقن ويشد نشي لعاد انت لان يعترف سرخار يعترف تو غتقن دايز ذا ترتشاري كذا ايوا زيد مسكين تو غاهيش دير وقت ني يخرق بوديا يخرقوا مع بوديا يوز جدا يقزي شهري ذاني تي الناس يوقش مش غنسمع الناس مش الناس غارس الشكي الناس سمى خيس منش جدير خضار يا حمار بي مسكين الناس سمى خيس منش يسمى بوديا في نعمة سيدي خيس منش بوديا الناس مو تقسيس منش يسمى ثنتا غاقش ذاني تي بوديا يعني بريك كي يسور مراحة يسور ذي الدار ذاني قاقش حتى مش داينا انتو غيتعاود عزي بوزيان عزي محمد نيثني ذي وقرا انتو غتقيم هاد الكيس مزانيتين ان حتى تشكيله الحكومه المؤقته الجزائر اميتو غاوري اقسيسين الاقتراحات ذي اميك المؤتمر ني والسين غدي 57 ما 56 ما 58 واقي غير كين ذي تونس الاقتراحات اقشمانين تيسين الساع تو غادا عبان رمضان تيتو غاسن داخل تو غتعاود كريم بالقاسم فرحة عبلا شين رمينتو غادي النية وهو توغى مجد قارن أفقه توغى يسيطر ديني توغى قرقيلة ديني ذي رقصة وخذي لحد الحسن ديني كده مش توغى غاس من أفورد يكون دليمين ني ديني ثني لو فيت كنت توغى وفين خصوصا بالريف ما ظهرش ما بوداري يعني أنه باباش من غير إمغربية من غير إتمامي ثني تشكي الخلق قراءة قلش نفسي وذاني نغير عباس نفسي عادي الحدو كيش تري نغير باباش وذي لو مام لأن تغذي ذي لو مام وين ذي لو مام